نكشف الحقائق ويحل. 34 دقيقة بالكونسي والأخبار مكملين. نحكيو على الموضوع اللي حكينا فيه البارح، نحكيو شوية كرة ومن ثم نستغلوا الفرصة باش نحكيو على مقابلة غدوة ناصر الترجي ولا ليتوال. رسمي عودة المكلف الإعلامي للنجم الساحلي بعد إقالته. نحكيو على حاتم الرقيق اللي عاد العمل نتاعو صلب الفريق. صار اتفاق ما بين الهيئة المديرة في ليتوال والمكلف الإعلامي للنجم الساحلي حاتم الرقيق، وتم تجاوز الخلاف وعاد إلى منصبه. الأعداد رف مقر. نبدأ بك ناصر ونبدأ ونرجع لك أنت برنس مباشرة. البارح حتيت عشر القرار، عشر القرار وعشر القرار على خاطر هو اليوم. اليوم شنو القرار؟ هو بيدو العشر دونك احنا عنا عشر العثمان جنيح. عشر هو عليش العشر العشر اليوم. كل ما نحطوا تصوير سي عثمان جنيح عنا عشر. سي رفيقي يهديك ربي، تسير الكرة راه مش هكاك معناتها اليوم. تو ما يتكلم حد خاطر من ثمانية وانتم من سبعة وانتم تحكي. خلي ناصر يتكلم باش كل اي خلي يلا ناصر. حبيت اقول انا اليوم السيد عثمان جنيح وقت اللي القرار كان صادم وينجم يخلق بوليميك كبيرة باش اعطاه نفس الضخامة ونفس لومبلور اللي خذيته التصوير هذه، قال تمت إقالة السيد هذا. هو في حد ذاته وقت اللي تقول قرار تقول قرار كبير، لكن وقت اللي تكون لمباكت متاع مسؤول ورئيس نادي يقول أنا معناتها تمت إقالة السيد هذا، باش أنت كجماهير لكن للضغط اللي موجود قلت تنحى في نهاية الأمر ومن بعد نقعدوا مع بعضنا نتفاهموا هذاك صار ما صارش كيف صارت العملية هذاك وبعد نشوفوا كيفاش نوظفوها كيفاش نتعاملوا معها. وهذا هو التسيير في نهاية الأمر. أنا خذيت قرار أخوي على حجم التصويرة وعلى حجم لومبلور اللي خذيته ومن بعد تراجعت فيه قعدت معاك فهمت الموضوع كيفاش لقيتك مخطئ مش مخطئ هذاك أنا تعاملت معاه بطريقة كانت ذكية. أنا نعتبر بالعكس اللي خذاه السيد عثمان جنيح كان فيه برشا رزانة فيه برشا صنعة في صنعة متاع تسيير رياضي، خاطر التسيير الرياضي مربوط بالجماهير ومربوط بالعالم. علاش انا البارح خذيت القرار مش زاد زربت انا ناخذ قرار البارح نحي له كاني مقتنع نمشي في القرار. انت ما فهمتنيش يا رفيق وقت اللي كنت نحكي. عندي مشكلة متاع فهم على خاطر انت كنت لاهي تضحكي في الميكرو يا سي رفيق. مركز فما كيب كامل وراك سي ناصر تحذر لك في الديجيتال وفي تخيلك هكا في الصورة نتاعك والمزدح كلنا في خدمتك يا رفيق. يا رفيق انا قلت القرار خذاه عثمان جنيح على قد الامباكت بتاع التصوير تحب تفهم وبعد كي تراجع فيه هذيك تقعد ما يهمش نحلك انا باب هكا يولي كل قرار ياخذه عثمان جنيح يصير ضغط معناها فيسبوكي ولا جماهيري اوب نرجعوا بالتويت ناخذ قرار لازم يمشي فيه هكذا تدار الامور عاده. الظلم مش باهي كانوا قرار علاش ناخذوا فيه الظلم اذا كانوا ظلم هو هو مال. القرار خذاه على حسب الامباكت اللي عملته التصوير. تحب سي عثمان انا نحب ان كل مسؤول نحبه نص علاش نحبه مسؤول ناجح ونحب كل مسؤولين ناجحين. حتى حد ما ينجم يشكك في هذا من انجح المسؤولين ومن اكثر المسؤولين المحترمين في كورتنا في تونس. ان جنتلمان عثمان جنيح انسان تنجم كان تحترمه تحب الاتوال ولا ما تحبش الاتوال اللي في وقت في الوقت من الاوقات وانا بريزيدون سيكسيون في النادي السويقسي كان الكونكورون تاعنا ديريكت وتعرف البطوله اللي خذيناها واللي صار بعتوا وشريتوا مع بعضكم جوارات بيناتكم شلون تاع جوارات اي بيان سور بعنا له طارق الطيب غشيتوا في جوار مضروب حاجه طارق الطيب بعد مش مضروب لا ماشي بيع اخر في الكوره فما كل شيء فما كل شيء كل شيء في الكوره كنا تبعنا وتقولك نحن غرباء عك خف الف دينار نسمعوا البرنس شوف يا سي رفيق اسمعوا وعوا اذا وعيتوا فانتفعوا الخبره راهي عندهم مالها. ارجع اش قلت انا البارح قلت عثمان ارتكب خطا معناتها ما حقوش نحا هذا راهو فن اخطا واصاب هذا ما صوره موجوده وعثمان نعرف مع شكون قاعد نتكلم انا كيسمع خوه المنصف يتكلم يراجع روحه اللاعب لا احنا نقول لك ما يتفرس ما يولي فارس لما يتهرس ولذلك الناس الرز روحك المره الجايه ما تبداش تلوح في الكلام هكاكا ما تخايبش روحك في الحصه نتاع العند الاول هذيك اللي تبداو انت ولد قحبيش تجاني راه صاحبي ولد عمو عشنا مع بعضنا في لندن انت ولد قحبيش تبدا تلوحوا في الكلام هكاكا هنا في الرفماق يا ولدي شد فرانات لسبيروس اللي تولى لحظه غدوه لسبيروس اللي تولى نجيك معه ماتش كبير
الاسبيرونس بعد طارق ثابت وجايين طارق ثابت، خاصة طارق عمل دو ماتش مهمين برشا بعد مع تيبي مازامبي، بعد ماتش زاد مع الوداد زاد كيف كيف كان مهم، تعرف لولا ضربه الجزاء كان نجم الفرقه روحوا في دور نهائي. نحكيوا على اللي في كتيف اللي الترجي مع استغلت الفتره هذه بتاع توقف البطوله اسبوعين بس استرجعت الملاعبين المصابين واللي عندهم بعض المشاكل الصحيه، مع الترجي بالمجموعه متكامله باش ينجم يواجه النجم الساحلي. النجم الساحلي عنده غيابات الجمل وعنده عنده لاعب اخر غايب زاد في المباراه هذه، ينجم يكون معناتها يقلص الشواء نتاع المدرب نظرا زاد لليوم نحكيو على منع الانتداب والملاعبيه اللي تم انتدابهم اللي تو المرحله هذه باش تتبدل. رفيق نحكيو على مرحله نتاع شامبيونز ليغ فيها تواصل، فيها معناتها باركور كبير يلزمك يكون عندك نفس كبير. المجموعه اللي عند طارق ثابت والمجموعه اللي عند عماد بن يونس ماهمش نفس المجموعه، لكن باش تقعد مباراه كبيره. انا حسب اعتقادي التطور اللي عمله الترجي من ناحيه الرياضيه وخاصه من ناحيه الانيماسيون اللي عملها طارق ثابت، معناتها اليوم متاكد انه مباراه باش تكون 60-40% بالنسبه للمباراه غدو. شو معنى 60-40؟ 60 النجم الترجي ينتصر و40% بالنسبه تعطي اكثر حظوظ للترجي 60 اكثر بنسبه مئويه صغيره، بالرغم انه نعتقد انه عماد بن يونس غدو باش يلعب بكتله دفاعيه ويحاول يعمل الكونتر، لكن في الوقت اللي تشوف لي فالور شكون افكتيف وخير ناس؟ لا تو ترجي ترجي خير شوي باهي برنس من غير تحليل، شكون ترشح اكثر للمقابله؟ لا ولدي لا تحليل عاد باش نعطيك الصحيح. البلاغه اللي خرجته الترجي دون امبورتونس كابيتال، رانا مهدين، خلينا نحكي كترجي رانا مهدين بالعقوبه، الكاف راهي ماهيش بسمحنا، ولذا نحترموا المنافس اللي هو النجم الرياضي الساحلي، رانا من فرد بلاد، رانا بعاد على بعضنا كيلومترات وبرا، نحترموه وفي احترام النجم الرياضي الساحلي، احترام الروح الرياضيه، احترام القوانين، والقاف ما تلقى علينا حتى الكاف ما تلقى علينا حتى شيء، اما ارشح الترجي لانه كما قال لك الناس الافكتيف تاع الترجي توا افضل. باهي جديد حاجه محمود؟ لا والله لا باش نكون ريت الاكسترا سبورتيف في الاخر نتجاوزوه نقعدوا نحكيو كان على الماتش وهذاك اللي بيه الفائده في الاخر باش يجي النجم الرياضي الساحلي في قمه افريقيه راهي تونسيه افريقيه مهمه جدا اللي كان يحكي فيه الحاج الانضباط التام لجماهير الترجي. انا نتصور باش تكون مقابله ممتازه لانه بالافكتيف اللي عنده الترجي الرياضي التونسي وبالمردود اللي قاعد يقوم به النجم الرياضي الساحلي، ولكن انا نتصور اليوم فما افضليه بالنسبه للترجي على الاقل من القيمه الفنيه نتاع اللاعبين. رفيق خليني محب ترجي ما تحللليش القيمه الفنيه، ما كلامك ما عندوش مصداقيه. ناصر ولد السياسات يقول لك الترجي خير، خليه ناصر قالها مثلا، انت كمحب ترجي ما تقولهاش خاطر محب ترجي ممنوع عليك، اعطي قولتك يا هناك اعطيني سكور مثلا 1-0 2-0 3-1 3-1 ناصر قد سكور؟ انا نعملوا بروجيكت 2-1 لسبيرونس ما برنس سكور قد 2-0 الترجي زياد 3-0 وميم 3-0 كل الاسبيرونس 1-1 1-1 وكي يربح حتى ما يحتوى الكورة مباراة كورة زعما نهار اثنين موعدنا نهار اثنين موعدنا وجيزك كبيرة من اهداء الراف ماك ربح الناس كله وقت قال سويسرا بسيس كاس وي سي فري وقتها كان درس معنا في حاجة أخرى مهمة كيف فما 1500 محب من النجم الساحلي باش يكونوا حاضرين في المباراة اللي عندنا برشا ما شفناش جماهير نتاع فريق آخر باش يكونوا موجودين. شنو مقابلة مزيان شنو بداش المقابلة الرتيبة الركيكة اللي ما فماش فيها ثلاثة باسيت شنو الكورة شنو ديزوكازيون كورة على البار ريتم جاري كيما نتفرجوا في ماتشات الكوره في الاوروب في الانجلتير وغيره، نتمتعوا بالكوره وحس سعيد للمنتصر ولا الفايز تشوفوا في المنتخب والروندمون نتاعه ما يبدا نهائي من الشامبيونات معناها طريقه لعب تتحذر تاع ليكيب ناسيونال من ماتشات البطوله.